السلام عليكم احمد او شونج اكس بونج، مقطع جديد. طبعا مقطع اليوم عبارة عن مشاكل عائلية، انا واخوي فيصل وناصر واخوه زيد. ازبل سكواد في تاريخ فورتنايت، مهما دورت وبحثت ما راح تلقى زي هذا السكواد. ليش؟ لانه سكواد استغلالي، سكواد حرامية، سكواد عبارة عن كلاب لوت. بتشوفون اليوم بتعرفون السبب ليه. ابيكم تركزون اليوم على شخص اللي هو زيد. يا جماعة الخير، زيد اخو ناصر لو تلاحظون من بداية المقطع الى نهايته جالس يتكلم مع ناس بوادي ثاني. هو في يوم ركزت طلع سبب الازعاج كله، ولا تدرون شلون انتم احكموا سبب الازعاج ايش. شكرا لكم، مشاهدة ممتعة، اتمنى المقطع يعجبكم. لا تنسى اللايك والاشتراك، فعل الجرس، تابعني على تويتش، حط كود الايتم، لا يعني سوي اللي تبغى. السلام عليكم. طبعا الان ايش اللي بيجتمع معانا؟ بيجتمع معانا اربع فصائل مختلفة من كلاب اللوت، فاللهم سهل. نعم. وش خذ نزل حبيبي يا اسود، وين اللي موجود عاد؟ ممتاز. وين الطريق؟ يا عيال هنا هنا. ايوه هنا هنا، ما شاء الله ناصر جرابلر وسكار. عصا 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 عصا، بارك الله فيك ناصر. انا تعرف انت البنت حقنا. ما انت اول واحد تكسر. روح قومني يا السلقه، روح قومني. اسمع اسمع كلام اخوك فيصل، معك منهم، روح قومني انت. يلا هلا تكلمني. شوف الجيم دقيقه الحين كويس ناصر. لا بعيده ناصر، قاعد نلعب كذا بالله. ممكن من الحين الحين الصوت كيف؟ الله يهنيك، الله يهنيك ويبارك لك. الله يهنيك، الله يبارك لك. الله فيصل جاهزين البقر يا عيال، جاهزين. هذا حبيبي الله يستر عليك يا عيال. اقسم بجلال الله اني انقهرت، قوموني. تعال تعال، رو يا قلبي، رو يا حياتي، انت حياتي. خذيته والله اني مغير حساسيه الايم يا عيال والله. ها انا بلجر البيض من عندي لك. احمد ما شاء الله تبارك الله عليك، تجنن. وراك 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 وراك. مين هذا؟ مين هذا؟ ما اعرفه ما اعرفه، في واحد جديد ما اعرفه. ما اعرفه حتى انا. في واحد هنا ما هو مضبوط، ما هو مضبوط. جعل من جاء بك الجنه، جعل من جاء بك الجنه. يا ناصر يا الله، انا ما امي دخلتك هنا. بس تعال امسك اخوك ناصر، قفل. لا تعال امسك اخوك الكبير. امسك ناصر. وينكم وينكم وينكم؟ ايوه اعطوا مواجهات. معك احمد، اقسم لي من الاربعه اللي معك الله يعافيك. الله يلعن امي، الله يلعن امي. كنت قاعد اخطط على الرضاعات. فيصل الان كيف؟ في حر، في حر بعد، في حر قاعد ادور السلبيات الموجوده. زيد صوتك يسبب انت. خليك معي، خليك معي عشان نصلح اول مشكله. في حراره، خليك حبه. مشكله المايك تعدل يا جماعه، في حراره صح؟ اللي قروش نمبر 1 المايك زيد، لا ما تعدل. طيب فيصل اسمع الخطه الاولى الان لازم انت تسويها، ركز معي. اي طلب يجيك من المره الاولى لا تخلينا نعيده، تكفى عشان عندنا احنا، عندنا احنا كبار تعرف، عندنا شوي يعني ضغط، شويه سكر الله لا يقول. خلاص ريدي. الو ريدي. مين اللي مو حاط ريدي؟ لا تقول ان انا زيد. زيد اعطيك كيك. زيد مستانس. اسمع زيد، حط زيد معطيني ميوت. زيد معطيني ميوت في اللعبه يا عيال. زيد معطيه ميوت في اللعبه. زيد زيد حتى اللي معطيني ميوت شكله. فيصل كلمه، فيصل كلمه، فيصل كلمه. زيد معطيني ميوت كلنا. زيد شو كلمة عن الذول؟ ايه بفكر عنهم، بس دقيقة خليني ادخل هنا معلق على اللودينج. ورب الكعبة يا عيال. طلع يقول لك مزعجين، بلي بفكر بعد شوي. اسمحوا لي اعطيهم كيك واروح العب سكواد عشوائي. سلالة ابو لهب قاعد يتكلم مع ابو لهب، تسمحوا لي اعطيه كيك؟ يا ربي لا مسكين جن. شوفه يعني قصدك اول كنت، اول كنت مغلف عينك. زيد انت انسان مسلم معنا صح؟ خليني افكر عنهم. الو يا زيد رايح ادور فايتر. مرميه. طيب عطني رايح بلا شيء ذا. تكتيكال فور، تكتيكال فور، تكتيكال فور. بس تقدر ترميها ها يا معفن. ها هي هي
يلا انا اعطيني فور قل ما شاء الله وقل شكرا زيده يا حبيبي ايش تعطيني بعطيك 200 يلا حرك بس حرك كذا داخل لي حل ابو ريالين اصلا 400 يلا عشانك 400 اه بدي اروح فيصل تكسر عنك فيصل واضح انك تعبت عنك 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 عنك, عنك فيصل عنك والله ما 600 200 300 من يبغى فرع روح تهاوش عنك 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 يلا مشينا لك الله ولا منك عباده تعال ناصر ما اعطاك انا اعطيك تعال ما شيء هبلي اخوك صغير ما شيء هبلي احمد هنا مقايضه كويتيه تبغى تاخذ من فيصل اخوي لوت ها طيب فيصل ليش ما تعطينا فيصل انا اللي عارفه ان الاخ الصغير دائما طيب بس انت كسرت القاعده هذه من تكتيل ازرق بعطيك 500 بسرعه تبغى ولا طيب تاجر فيصل التجاره مو كذا بس التجاره مو كذا شوف ترى لوتي يجمع معي اللي في مصر شوف انا ناصر كيف الحين اسوي مقايضه اهلا ناصر السلام عليكم اهلا احمد وعليكم السلام تحب البومب ولا تحب التكتيكال احب التكتيكال طيب انا بعطيك التكتيكال حقي تبغاه ايوه ابو لكن... تعطيني البومب حقك ايوه تعطيني تعطيك البومب حقي نعم اوكي لكن احتاج مع البومب حقك 200 خشب موجود فجاره صح 200 خشب ما اقدر انا معي 300 خشب تبقى لي 100 احمد خلاص باخذ 150 منك ايش رايك مين ناقصه موارد تفضل يلا السلام عليكم وعليكم السلام هذه تجارتي يا احمد غير رابح هذه تجارة غير الرابحة شكرا يا ناصر فيصل تعال نعيدها معاك تعال نعيدها معاك من ممكن تعطيني بعض من الموارد لأن أخاك اختلس مني بعض من ربي كريم ربي كريم ما شاء الله أحمد طلعتوا كذا أنا بدل عملية والله لو أموت ها سبحان الذي سخر لي هذا اللوت سبحان الذي سخر لي هذا اللوت وين نزلوا ذول احمد ما ادري والله اسكار مثلك المعي الظاهر ما ادري وين قعدت بقعد قبل لا يطلب لي واحد بس بتردني مشيت والله مشيت والله انا وراك بتردني ولا لا والله ما بردك اطلب لي تبغى تكفى راح اضرب فيصل ليش سوالك؟ قهرني يا عبد نفسي ايش سوالك؟ تبغى موارد؟ تبغى موارد؟ تعال يقول لي هاخذ يقول لي هاخذ المظله وروح لا بضربها بعد نضربها يتعوض نطلب تعويض انا والله انك سالت احمد ما معي ماتيريال ما معي ماتيريال فيصل تعال عطنا موردك يا خلني فايده يا حمار رحنا نحبك يا سعودي بجد 18 يلا وشت طلع زاد يلا لا والله والله ما جيت اخذ فيصل اخذينا فيصل كلهم وشت يا ربي السكواد اللي الله يحرمنا منه يا ربي السكواد هذا شوف ترى بنقي شوف وين زيد شوف وين زيد شوف وين فيصل شوف 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 لوت فيصل من اليوم عندي وعندي ومع ال 20 خشبة عندي وعندي ومع ال 20 خشبة يلا تدري فيصل تدري احمد تدري زيد ايش قاعد يسوي ايوه تدري زيد ايش قاعد يسوي احمد قلبها جست شاتنج قوي تمشي فولنجوت ورب الكعبة اقسم بالله بعد الجيم ما تكمل معانا ورب الكعبة وانت قاعد تسوي شوف شوف قاعد والله يصبر زيد ورب الكعبه انك ما انت قاعد تعطي الجيم ولا 1% ولوية والله يلعطي كل شيء حقك ما شاء الله طلقه لان احنا ما نتمشى مع بعض ما شاء الله قلبها سمره مع الشات وهذا وكشف الاستفزاز وحنا قاعدين نفايت ونطاق ما شاء الله حسين الحين جزء من الثانية صمت رجوعنا تأمل الله يقطع ام القهر يا سكواد يا جماعة ايش ذا السكواد يا جماعة ايش ذا السكواد حاب اقدمك على عنصر جديد ظهر في العالم مؤخرا اسمه الستريم زق السلك هذا يجون من الاماكن اللي نحطها احنا انت اذا قلت اسم المكان يجون يا اخي لا تتكلم مع الشات وانا اتكلم يرحم امك يا اخي بقول لا هذا عبد الرحمن قاعد يقول لي زيد 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 كانه ذبانه في اذني زيد هلا عبد الرحمن
مشرف عندي. ايوه مشرف عندي. ايش فيه؟ في مشرف. لا يطلع الموضوع خايس تكفى والله. لا والله ما يعطيني. اعطاني وانا اخوك. انا افتك من ناصر واحد يجوني ثلاثة ناصر. من واحدة. اعطاني تايم اوت 600 ثانية. اعطاك تايم اوت 300 ثانية؟ 600. وش اسمك؟ ميوت ولا صعب الموضوع؟ ايوه بايخه مره بايخه. انا والله افضل اني انا استغربت يعني من الموضوع اللي اتوقع انه كان ممكن. بس تدري ايش كنت كان في بالي احمد انه أيوة. بيخلص الحين بس طولت الحين. ايوه انا حط الشيء هذا عشان كذا تكلمت انا. تكمل الحق انك تتكلم. السلام عليكم احمد وفيصل. انا صديقكم ناصر تعرفت عليه في فورت نايت. ممكن تساعدوني؟ صديقنا ناصر. خذ بطاقة اخوك ها. ما اقدر اخذ بطاقة اخوي ما معي لبسته. اصبر خليني اروح القط السلاح ذا وانحاش. يا عيال وش يجي شاكس احمد ترى ها؟ احمد والله كل ثقة فيك والله انك تسكت. احمد مع تفلة المفروض. احمد اقول لك شيء ورب المصحف انك بالنسبه لي تلعب احسن من تيفو. لا ما ترميني هناك تنطلني هناك. انقمهم ايش قايل؟ انت السكواد كله قايل ورب المصحف انه احسن من تيفو. احمد اللي تحت مع 400 خشب. عطني بسرعه موت. عطني سريع سريع. ارمي الموت 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 الموت. تسوي ناصر قاعد يرمي وين تحتك 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 تحتك. الله حاضر. انت سمباي والله مره موت. تعال هذا عندي سلق. هذا عندي سلق. الله لا يوفق. الله لا يوفق. اذبح هذا فيصل. اذبح يا فيصل. والله ما ادري كانت وقت ساعتين شيء. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. بطاقتي خذ بطاقتي صح صحيح بسرعه بموت. بتجيبولي كل الامراض. بتجيبولي يا رب العزه. شوفك تقدر تيم مع السرق. التيم مع السرق عندي حيصل اذبح. حرام عليكم. بتيم مع السرق على اخوه الكبير. اوه درونجان هذا مشكله. الله يكسر يد العدو. اختار شفتني معاهم. الله يحشرك في الجنة. خلاص بقى واحد يجي. خلو بقى واحد. ترى وايد مرة وايد. ها مع سنايبر فيصل. ادري سنايبر حق تكفى مرة هذه بس سماح فيصل. سنايبر ترى اعطيه موتي فيصل. مايك انت. اوه انا ما اعطيتك موتي المثل يا عيال. اي عاد لا تعال بعطيك اياه. خلاص دقيقة. عطني الله يذبحك. عطني يا فيصل. عطني اياه. وميت والله ودي انزل بس تعالي فوق ابوك. تعال بس والله صدق بقول شيء. تعال فوق والله بدي الخيطران اللي عند ابوي ترى عادي. لا تعال ما بريت باقي. تعال فوق بسرعه اطلع لي فوق. جاوبه من عند الباب. ها والله بدي اخاف عليه. والله العظيم احمد عليه يد. احمد والله واضح اقسم بالله واضح مربع. اذكر اخذنا وشفته. لا 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 والله راح شوفه يده مربع. شوف كيف راح له. شوف كيف يركض. لا 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 تعلق انت. لا احمد لا احمد ايش هذا؟ احمد هلا فيصل. السلام. تعال شوف انا بقول لك شيء. يلا يدي. ايوه تعال هاي يدي كبيره. ايوه هلا ايش بيصير بعدها؟ لا والله شكله رهيب.
شوف نوصل احمد شكرا شكرا ضحيه صح خليك كيف احمد كيف احمد شوف نظرات احمد ايوه تخوف مره مره طلع القلب طلع القلب راح لا راح لا راح الحق انا الحق يا الله حق تعينك يا رب انك تعينه سوينا سوينا I'm sorry.